السلوي يعلن عن نيته في أن يخطبها على المباشر. شاهدوا المزيد من التفاصيل. راح نبلش بقمر الطائي التي أعلنت أنها ستكون ضيفة في برنامج حكمة، وآخر ضيوف حكمة كانوا هم شادى حسون، بشرة، نور سارس، لانا ولين، بنين سارس. هاي يا جماعة، شلونكم؟ هم يدى تطلبون أن أطلع مع حكمة بودكاست، فطبعا كنا مقررين قبل يومين بس مرضت شوية وما قدرت أروح، فإن شاء الله حنطلع بودكاست قريبا. نمر إلى السلوي اللي فاجأ جمهوره بجرأته الغير متوقعة، حيث أعلن في آخر لايفاته عن نيته في أن يخطب الموديليانا اللي شاركته في أعماله الأخيرة، منها أغنية لا مسكوني وعشان. وهالشي اللي خلى الجمهور يتوقع أنه السبب اللي خلى السلوي يجهز بيته هو نيته الجدية في الارتباط والزواج. شو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ أسألكم سؤال بصراحة، لو شفتني في يوم نزلت بوست وكنت أنا خاطب، غريب عن جد بحكي، والهذا اللي انتوا اللي هسه كنا نحكي عنه، شو بتكون ردة فعلكم بصراحة؟ هل راح ترجع تنعادي الكرة انه نقعد نسب عليها وتسبوا علي عشان ما عملتش شيء عشان مع حدا بس، ولا هل بكون اشي لطيف؟ انا عم بسألكم والله لاني بعتبركم زي عيلتي.